وانتم بألف خير وصيام مقبول وافطار شهي ان شاء الله لكل الصائمين. ايه تماما كل الصائمين. طيب اللي كان مفطر اليوم شو بدنا نقول له؟ ولا شيء، مش مفروض اساسا نقول له شيء؟ شو رايكم؟ المهم هلا اكيد بتعرفوا عباره عامل السبعه وزبتها، يعني اذا انت ما استخدمتها بحديثك شي يوم اكيد سمعت فيها. هيا سادة يا كرام، بشكل بسيط وسريع، مرتكب السبعة وزمتها هو شخص بيرتكب المعاصي وبيعترف بمسؤوليته عنها علناً بدون أي أدنى درجة من درجات الإحساس أو تأنيب الضمير. حسيتوا كلامي ملخبط صح؟ ومو مرتب، وشي بتقول صائم ومفطر وشي مرتكب السبعة وزمتها، وشو جاب عباس لدباس؟ طيب خليكن معنا حتى أخبركن إحدى أهم الأفكار الفريدة يلي منبنيها براسنا عن الأشخاص بناءً على العلاقة بين شهر رمضان والعبادة. كلنا منعرف أنه شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة يلي هنن الشهادتان، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ورب العالمين أمر المسلمين بالصيام وجعله فريضة وواجب، يعني شهر رمضان مو مجرد شهر وبمر هيك، ويلي بيحب يصوم ويلي ما بيحب فمثل ما بده، لا أبدا، ولكن لأن الله رؤوف بعباده ومن منطلق قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شهر رمضان مو ملزم على الجميع. يعني الله سبحانه وتعالى رحم عباده يلي ما بيقدروا على الصيام وعفاهم من هالشهر مقابل مثلا إطعام مسكين. بالوقت يلي فيه رب عطوف رحيم وغفور بما يتعلق بشهر رمضان، منلاقي بعض الأشخاص يلي نسبوا لحالهم حق تصنيف الناس وفقا لشهر رمضان. كيف يعني؟ يعني مثلا في أشخاص بيحكموا على الآخر بناء على علاقته بشهر رمضان، يعني بشكل أوضح الشخص المفطر بشهر رمضان هو بنظر البعض وللأسف شخص سيء وكافر. ممكن كتير إذا كانوا عم يتعاملوا مع هالشخص بطريقة جيدة تتغير هالطريقة خلال شهر رمضان وبعده نتيجة إفطاره، وللأسف ممكن يتم الحديث عن المفطر وكأنه مرتكب السبعة وزمتها. هون لازم نحكي مثال لنختصر القضية. خلينا نفترض أنه في رجل بيشتغل على تاكسي كل النهار، وهذا الشخص كل نص ساعة بيشرب مي. هذا الأمر ما بيعني بالضرورة أنه هالرجل إنسان غير جيد أو غير محترم، لأنه في احتمال أنه هالرجل يكون مريض كلى ووضعه الصحي بيتطلب يشرب مي بأوقات زمنية قليلة ومتقاربة. عدم معرفتنا وإلمامنا بحال العباد ما بيعطي أي إنسان الحق بأنه يحكم على سلوك شخص أو إيمانه أو حتى أخلاقياته. وخلونا نترك هالمهمة لرب العالمين، لأنه هو الوحيد العارف بحال عبده، ولا يعلمن ما في الصدور غير الله. يمكن هالرجل يلي عم يشرب مي كل نص ساعة بشهر رمضان بيحمل بقلبه وعقله إيمان بفوق 100 صائم وبجوز أكثر، ومو بس مرضى الكلى، طبعاً في كتير أمراض للأسف ما بتخلي المسلم قادر على أداء فريضة الصيام، وطبعاً نحن هون ما لنا بوارد ذكر كافة الأمراض. هاي طبعاً بالنسبة للأشخاص يلي عندهم ظرف قاهر وما بيقدروا يداروا هالقصة، مو لشخص والله ما قدر يصوم لأنه راسه عم يوجعه مثلاً أو راح عليه سحور فهو قرر إنه ما يصوم. بس بتعرفوا حتى مع هيك نحن مالنا بموقع أبداً نحلل ونحرم، كل شخص عليه من نفسه وصون لسانه وعدم اغتياب العالم، وهي رح نعمل عنا حلقة خاصة. ولكن إجمالاً إذا كنا ضمن مجتمعات إسلامية فلازم نقول إنه في شيء اسمه حرمة شهر رمضان، يعني مو شرط إذا كنت مفطر وغير قادر على الصيام إنك تفطر علناً وجهوراً، لأنه في شيء اسمه أخلاقيات إسلامية لازم الواحد يلتزم فيها إنسانياً. كتير مهم احترام الأشخاص الصائمين الآخرين الموجودين معك ضمن العمل، فمثلاً مو كتير مهم إذا كنت مفطر ريحة فنجان القهوة تغذي أنف كل زميل لإلك. وبالنهاية سواء كان في احترام للشخص الصائم أو لا، فالصائم عم ياخد ثوابه مضاعف إذا كان بالفعل عم يواجه مغريات خلال فترة صيامه أو لا. كمان في موضوع بالغ الأهمية لازم نحكي عنه، وهو اختلاف الأديان ضمن المجتمع الواحد، خاصة هلأ مع هجرة الكثير من البلاد العربية لدول أوروبية. هدول صيامهم بالفعل رح يكون أصعب لأنه المغريات رح تكون قدام عيونهم وتجيهم من كل حدب وصوب، وممكن كتير يكون للصائم صديق من دين آخر وياكل قدامه. وهون تماماً لازم الصائم يعرف أنه إفطار أحد من أصدقائه أمامه ما بيعني أبداً التقليل منه ولا من الدين الإسلامي أبداً، ولا بيعكس قلة أخلاق، وإنما القضية كلها هي اختلاف بيئات وتربيات وثقافات. لهيك رجاءً خلي تعاملنا مع الآخر بناءً على سلوك هالشخص وأخلاقه وطريقة تعامله معنا.
ومنرجع منقول الله أعلم بعباده وما في صدورهم، وأكيد أحكام الإفطار برمضان بيحددها علماء الدين، ولكل امرئ ما عمل ونوى، وبالنهاية الأمر متروك لألكن. شو رأيكم أنتم؟ انطرونا بكرة بحلقة جديدة من فانوس بنفس التوقيت على تلفزيون لنا. كنت معكم أنا جولا نار، باي باي.